يوجد الآن عند بعض باعة الذهب ظاهرة غير شرعية، وهي بيع الذهب بالأجل من غير دفع الفضة أو الورق للبائع. نرجو هذا ما يجوز، هذا منكر. بيان دليل المنع. لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، ولا بيع الفضة إلى أجل، ولا ورق إلى أجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب يدا بيد، يدا بيد مثلا مثل، سواء بسواء. والفضة بالفضة يدا بيد مثلا مثل، سواء بسواء. فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ولا يجوز بيع في الورق أيضا، هذا معروف، هذا لأنه لا مقام الذهب بالفضة، فلا بد يكون يدا بيد. إذا باع ذهب بفضة أو ذهب بدولار أو بجنيه استرليني أو بدنانير فلا بد من يد بيد، لا تباع إلى آجال، لأنها كذب بالفضة سواء.